خلصت مسكرون ورجعت اندرلخت وبعد كده رحت تركيا على ما اعتقد. رجعت اندرلخت قالوا لي محتاجينك وكده وانت عملت موسم. قلت لهم انا اسف ماليش نفس. المدرب كان مكمل. انا كانوا بيلعبوا ماتشات مع مانشستر يونايتد وتشيلسي والحاجات دي في الشامبيونز ليج تحت بيتي وما كنتش بروح اتفرج لان انا ما تقدرتش. انا عندي عزه نفس، انت لو ما قدرتنيش مش هديك بربع جنيه. مظبوط. فجيت قلت لهم لا. جالي بقى تركيا. رحت تركيا. كله قاعد يهاجمني، انت رايح تركيا تعمل ايه؟ حد يلعب في الاسماء قاسم باشا، حد مش عارف ايه. راح تاكل شاورما. راح تاكل شاورما. الوكيل بتاعي ومحمد اخويا وراحوا قبلي قالوا لي لازم نرجع. بقول لهم فين ترجعوا ليه؟ قالوا لي انت مش شايف اللي بيتقال عنك؟ قال لهم مين اللي بيقول؟ انا طريقه واخده، انتوا عايزين ترجعوا ارجعوا، انا مش راجع. ده في قاسم باشا. طب يرضيك. طب بفلوس قليله. قلت لهم مفيش مشكله، ماشي حالك هتمشي ان شاء الله. هعرف هاكل واشرب والدنيا هتمشي. مش هموت. اتجوزت ولا لسه؟ لا كنت لسه. كنت لسه بقى كل ده. رحت اول سنه خدت احسن لاعب في الدوري. وتاني سنه خدت تاني احسن لاعب في الدوري واتخذت في تشكيل الموسم. طب في مدرب طلب منك حاجه في الماتش ده؟ في الدوري ده يعني مدرب قيصري سبور طلب مني التيشيرت. طيب